أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن وبيان الأمم المتحدة حول سقوط الضحايا المدنيين جراء الحرب. دان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك استمرار سقوط الضحايا المدنيين في الهجمات المتصاعدة والعشوائية في جميع أنحاء اليمن. وأكد ماكجولدريك في بيان له تعرض المناطق السكنية في قرى الحيمة بمحافظة تعز لحصار شامل من جانب ما أسماه سلطة الأمر الواقع أي ميليشيا الحوثي، ولقصف عشوائي تسبب في وقوع إصابات بين السكان ونزوح العديد من الأسر إلى مناطق أخرى. وأشار المنسق كذلك إلى مقتل أكثر من 50 مدنيا بينهم 8 أطفال خلال غارة للتحالف على سوق في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى سقوط 14 مدنيا في غارة أخرى في مديرية تحيتة بمحافظة الحديدة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تعبر بيانات الأمم المتحدة فعلا عن طبيعة وأسباب الحرب باليمن؟ وما مدى استجابة أطراف الحرب للبيانات الدولية والأممية؟ نتابع هذا التقرير وإياكم ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. بعيدا عن أي أفق لحل يوقف معاناة اليمنيين، تمضي الحرب التي أشعلتها الميليشيا مغيبة كل ملامح الحياة. وضع إنساني متدهور ومأساة لم يتغير فيها شيء غير أعداد من يسقطون قتلى أو جرحى من المدنيين. منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك قال إن الوضع في البلاد قد زاد سوءا وإن الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجمات المتصاعدة والعشوائية ارتفعت بشكل مرعب. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفي جديد تصريحاته قال إن الغارات الجوية على سوق شعبية في منطقة الحيمة بمحافظة تعز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 54 مدنيا بينهم أطفال وإصابة 32 آخرين. فصول المعاناة في حيمة تعز لم تتوقف عند قصف طائرات التحالف لتجمعات كانت تحوي مدنيين، فقد تعرضت المناطق السكنية في قرى الحيمة بما في ذلك مرفق صحي يأوي نازحين لحصار كامل من جانب ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى قصف عشوائي تسبب في وقوع إصابات بين السكان وأدى لنزوح العديد من الأسر إلى مناطق آمنة. الأمم المتحدة وفي جديد بياناتها قالت إن الحرب باليمن عبثية لم تؤدي إلا إلى تدمير البلد والمعاناة غير القابلة للوصف التي يعيشها الشعب اليمني، مؤكدة أن جميع الأطراف لم تلتزم بموجب القانون الإنساني بتجنيب المدنيين والبنية التحتية وإيلات الصراع. هي حرب أغتيلت فيها الحياة وجعلت اليمنيين تائهين بلا خيارات يواجهون واقعا فرض كل مآسيه ومآلاته الكارثية عليهم. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من صنعاء، الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن. أهلا بك أستاذ عدنان. مساء الخير. مساء النور. إذن أستاذ عدنان، دعنا بداية نعطي أو يعني لو تعطينا ملخصا للوضع الإنساني كما تراه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بداخل المحافظات اليمنية. الوضع الإنساني أخي الكريم، ونحن على مشارف نهاية عام ودخول عام آخر، لم يتغير كثيرا بل ازداد سوءا، وخاصة مع التطورات الأخيرة وكذلك ازدياد الاحتياجات الإنسانية في كافة المجالات. نأسف لوقوع الضحايا، وهذا ما يؤسفنا أن في النزاعات سواء كان في اليمن أو غيرها من النزاعات يدفع المدنيين الثمن سواء من حياتهم أو من معاناتهم. حاولنا نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنذ بداية هذا الصراع من خلال حديثنا مع أطراف المنخرطة في هذا النزاع المسلح الذي له أكثر من عامين ونصف إلى تذكيرهم بالتزاماتهم الأخلاقية والقانونية تجاه المدنيين وتحييد المدنيين وكذلك المنشآت المدنية، ولكن هناك خروقات في هذا القانون بشكل واضح. نأمل وندعو من المجتمع الدولي على أن يضغط على هذه الأطراف إلى أن تلتزم بقواعد القتال من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات لتفادي إصابة المدنيين وكذلك إصابة المنشآت الخدمية والأساسية التي أثرت بشكل كبير، أثر استهدافها بشكل كبير على معاناة الناس. نحن نتحدث الآن عن منشآت صحية تم استهدافها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هناك منشآت خدمية تم استهدافها،
هناك ملايين حرموا من الخدمات العامة، سواء في المجال الصحي أو المياه أو الصرف الصحي نتيجة لاستهداف تلك المنشآت. أعتقد أن الوضع الإنساني برمته مأساوي جدا، تتحدث عنه الأرقام وكذلك الصور التي ترونها أنتم من خلال تقاريركم وتقارير القنوات الأخرى. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عدنان. ينضم إلينا الآن من تعز المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. إذا أستاذ عبد الهادي، يعني بداية، كيف هو الوضع الآن في تعز؟ كيف أثر قصف ميليشيا الحوثي والتحالف العربي على حالة حقوق الإنسان في اليمن برأيك؟ عن أن تحدث عن حالة حقوق الإنسان وبالتالي تسقط كافة الحقوق ونظل عند الحق الأول للإنسان المتمثل بدرجة أساسية في حق الحياة، هو الحق أن يتبدأ الإنسان أولا حق أن يحيا. حالة الحرب معناها الاعتداء على حق الحياة، أي أن الجميع معرض أن يموت في أي لحظة وفي أي وقت، أن تسقط عليه القضية خصوصا إذا كنت قريب من مناطق المواجهات أو من مناطق الاشتباكات. مع الأثر الشديد حاول جماعة الانقلاب التوغل داخل الأماكن القاعدة عن تمركز مسائياتهم كتاباتهم في كافة المناطق سواء داخل القرى أو بدأوا يهربوا من قصف الطيران في عملية الامتحان بالكتلة الثانية كنوع من الحماية وبالحالة الانتشار. سيؤدي هذا في أغلب الأحيان إلى أن يتم استهداف هذه الأسلحة خصوصا الأسلحة الثقيلة الدبابات أو الحادثة الصاروخية كرسمات الكاتوشة أو المدفعية، وداوى أحيانا ما يكون هناك إصابة بالمدنيين. هذا جانب. الجانب الأهم أيضا أن بعض الإصابات التي تحققها الطيران أحيانا ما تكون من جماعة ميليشيات الحوثي، وهي جماعات ترتدي هي المدنيين جماعات ميليشيات والتفتيش، وبالتالي يمكن تشمل هذه المسألة في بعض الأحيان على أنها استهداف للمدنيين، وأحيانا ما يكون استهداف للمدنيين ورغم أن قوات التحالف في أكثر من مرات ترمي منشورات تدعو الناس لعدم البقاء قريبا من مناطق الأسلحة، لكن هل يغادر الناس منازلهم أين يذهبون في ظل وضع في هذا الشكل؟ فهناك حالة إصابة، هذا ما يخص أولا حق الحياة. تأتي الحقوق الأخرى ما بعد حق الحياة ابتداء من أيضا من نصرة حق الحياة، المواد الغذائية والإغاثة وغيرها. هناك حالة إصابة في بعض المناطق، هناك حالة منع، هناك حالة مضاعفة لقيمة المواد الغذائية بشكل عام، وبالتالي مع ثلاث سنوات من الحرب وعاما كامل بدون رواتب وتوقف للدورة النقدية وأوضاعا صعبة في المجتمع، الغالبية يعتمدون على عمال السراحيل أي عمال بناء وإنشاءات وعمالة يومية، وبالتالي لا مصادر دخل حتى الموظفين او غيرهم داخل هذا الثلاث. مثلا حين اتحدث عن محافظه تعز، اتحدث عن محافظه تقول التقارير للعام 2010 و2011 انها من اكثر المناطق فقر في الجمهوريه اليمنيه، اي انها منطقه مكتظه جدا بالسكان وبالتالي فيها فقر عاليه جدا. فالحديث هنا عن مسألة الحصول على المواد الكفيلة بالجانب الطبي والغذاء. طيب أستاذ عبد الهادي، أو المسكن أو غيره. نعم أستاذ عبد الهادي، الآن في بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي مالت جولدريك، هناك من تحدث على أن يعني انطلاقا من هذا البيان تحدث على أن سلطات الأمر الواقع هي تحاصر المناطق السكنية في قرى الحيمة وكذلك تقصفها عشوائيا. لماذا يعني هناك من يتساءل لماذا لا يتم تحديد أسماء بشكل واضح، أسماء من يقوم بهذه الأشياء، ويتم اللجوء إلى مصطلحات مخففة في وصف يعني انتهاكات ميليشيات الحوثي في مقابل تحديد صريح لمن يقوم مثلا بضربات التحالف، بضربات الطيران أقصد. بالنسبة لضربات الطيران التي تجري، هي ضربة واحدة مقابل عمل عسكرية تقودها ميليشيات، يعني أحيانا ما تكون ضربة واحدة مقابل أسبوع كامل من القصف والتدمير والاستهداف بحجة أن هذه المناطق مناوئة أو لإقطاعها
في الفترة الأخيرة كانت دخول الحوثيين مثلا إلى منطقة الحيمة تحديدا بهدف إلزام بعض معاونيهم أو المتعاونين معهم في جلب الجنتين، أي المسألة الباحثة عن وقيدة الحرب ومجامع من المجندين والتدنيس. فتم الاصطدام ببعض المشيخات وأدت إلى مواجهات مع سكان القرى، وبالتالي هي بدأت بقصف هذه القرى والمناطق بهدف إقلاعها لأنها قريبة من الخط الرابط للميليشيات ما بين تعز وهيب الذي يسمى بخط الحوضان. وحصلت هذه المسألة، وهذه المناطق هي تحت سيطرة الميليشيات، علينا أن نحدد المناطق التي تحت سيطرتها. السؤال المفروض يتوجه إلى الأمم المتحدة التي لديها مكاتب ولديها ممثلين، هل يسمح لهم بالتواجد في الخطوط الأمامية للتباعد؟ هل يستطيعون زيارة هذه المناطق؟ هل يستطيعون تحديدها؟ طيب دعني أنقل هذه النقطة، المناطق التي تحت دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن. أستاذ عبد الهادي، إلى أي مدى يعني الآن أستاذ عدنان خلال الفترة الماضية استطعتم التنقل ويعني توثيق هذه الانتهاكات دون عوائق، خاصة مع يعني تفاقم هذه الانتهاكات وربما غض الطرف من قبل ما يعني تطلقون عليها الأطراف المتصارعة حول هذه الانتهاكات؟ أنا أتحدث الآن باسم اللجنة الدولية الصليب الأحمر وليس الأمم المتحدة. أنا سألتك عن اللجنة الدولية الصليب الأحمر وليس عن الأمم المتحدة. نعم، بس لأن ضيفك الكريم يتكلم عن الأمم المتحدة، أنا أتكلم الآن عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحكم أنها راعية القانون الدولي الإنساني الذي هو قانون الحرب الذي يلزم جميع الأطراف بعدم استهداف المدنيين وكذلك الأعيان المدنية وكذلك تقييد استخدام وسائل الحرب. نحن نعم نقوم بتوثيق تلك الانتهاكات سواء من الطرف ألف أو باء، ولكن تلك التوثيقات لا نشاركها مع أي طرف ثالث، نحن نشاركها مع الطرف الذي يدعى أنه انتهك، وهذا في سبيل الحد من تكرار تلك الخروقات وكذلك من أجل التخفيف. فعملنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجهودنا البسيطة وكذلك وجودنا على الأرض وكذلك حديثنا الثنائي مع أطراف الصراع يهدف إلى الحد من المعاناة الإنسانية. إذا أرادوا أن يكون هناك إنهاء للمعاناة الإنسانية فهي بأيدي أطراف الصراع ليس بأيدينا، ولكن نحن نحاول من خلال جهودنا سواء الجهود الإغاثية أو الجهود تذكير وكذلك الحديث مع الأطراف الصراع حول خروقات من القانون الدولي الإنساني يأتي في ظل تخفيف تلك المعاناة. نتمنى وندعو. هل أثمرت هذه الدعوات، يعني أعود إلى سؤالي أستاذ عدنان، هل أثمرت هذه الدعوات إلى الآن في تحقيق تحسن في وصولكم إلى المناطق وتقديم العون وتقديم مهام اللجنة الدولية الصليب الأحمر في المناطق التي عادة ما يصعب عليكم الوصول إليها؟ قد أقول أن هناك تقدم في هذا الجانب، والدليل على ذلك أننا نحن نعمل الآن على سبيل المثال في تعز، نعمل داخل تعز وكذلك خارج تعز، نعمل في محافظة مأرب، نعمل في صعدة، نعمل في الحديدة، نحاول من خلال حديثنا مع تلك الأطراف على تيسير عمل الإنساني. ولكن على مستوى حديثنا ما يخص القانون الدولي الإنساني وكذلك احترام تلك القواعد التي تنص والتي تحرم استهداف المدنيين وكذلك المنشآت المدنية، للأسف الشديد نلاحظ أنه لا يوجد هناك تقدم، ولكن نأمل ونكرر دعواتنا، وهناك حديث مستمر حتى اللحظة مع تلك الأطراف إلى أن تتخذ جميع الإجراءات وكذلك أن تحيد المدنيين وإلى هذا الصراع. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ عدنان. بالعودة إليك أستاذ عبد الهادي، يعني هناك الكثير من الحديث عن يعني نوع من التغاضي، يعني هناك سخط مجتمعي على الأقل إن صح التعبير حول التصرفات أو البيانات الأممية. هل هذا السخط المجتمعي منطقي وإلى ما يرجع ذلك؟ أعتقد أولا بالنسبة للإخوة في الصليب الأحمر قبل الحديث
أنا أعرف أنهم يعملون في مدينة تعز وقدموا الكثير لبعض المستشفيات أو للمستشفيات العاملة خصوصا في الجانب الصحي. أيضا قدموا في الفترة الأخيرة لهم قرابة العام يترددون على المدينة في حين لم يكن قبلهم قد وصل أحد، وبالتالي وبعض المنظمات الأخرى لبعض الدول. لكن الطريق صاحب المبادرة الأكثر هو المهول بعض مستشفيات المدينة بالأدوية والمواد الطبية والوقود، وقدم دعما كبيرا في هذا الجانب، وهو يشكر عليه باعتبار أن هذه منظمة إنسانية محايدة ولا علاقة لها بالمجهود الدولي بالدرجة الأساسية، هي تعمل وفق منظومة إنسانية ومعروف الطريق. وبالتالي ما يقوم به الصديق يشكر عليه فعلا، استطاع ان يصل دائما ما يوجه مناشدات، لا يمتلك قوه الزام وقوه ايثار، في حين الحديث خارج منطقه الصديق. اما بالنسبه للصديق فانا اولا باسمي وباسم المواطنين الموجودين في المناطق المحرره نشكر الجهود التي يقوم بها الصديق خصوصا في دعم الجانب الطبي ودعم قسم من الاغاثات، هذا اولا. اما بالنسبه لمساله السخط الشعبي فالسخط قائم من مجموعه عوامل، هناك كميات كبيره مثلا من الاغاثه التي كان يفترض ان تمر عبر ميناء الحديده وتصل الى محافظه تعز، بعضها لا تصل، يتم احتجاز الناقلات، يتم توزيعها على المناطق التي فيها سيطره الميليشيات وتحرم الا من شهورات ربما كل 3 أشهر وأحيانا تصل إلى 4 أشهر ما تصل حملة أو حملتين من هذه المواد، ودائما ما يشكي السكان من أنها لا تفيد بالاحتياج الكبير للمحافظة أو صرف لأكثر من 2.5 عامين. هذا جانب، وبالتالي ما يقوم به الصليب حالة متقدمة مقارنة الأمم المتحدة التي وصلت إليها هذا الملف. فحالة السقط الشعبي آتية من أن المواطنين في العادة هم محايدون ومع مصالحهم، لكنهم يسمعون ضجيجا كثيرا من الأمم المتحدة ومنظماتها ولا يرون هذا الضجيج ينعكس على الأرض. يعني في الفترات الأخيرة مرتان استطاع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الوصول إلى تعز وقال أن وضعها فظيع، في حين في المرة السابقة رفض أن يدخل من المنفذ الجنوبي لمحافظة تعز وأراد أن يدخل من المنفذ الشمالي فمنعته الميليشيات. هناك حالة من الالتواء تمارسها الأمم المتحدة، هناك حالة من التضليل أيضا، استطاعت جماعة الانقلاب أن تحول أغلب منظمات العمل الإنساني إلى منظمات سياسية بدرجة أساسية كانت مهمتها تصوير أن الطيران والشرعية يقومون بعملية إيثار وضرب الجعبة، في حين هم قاموا باحتكار ما كان يصل من المواد الإغاثية والجانب الإنساني وحولوا قسمه إلى مجهود حربي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ عبد الهادي. بالعودة إلى السيد عدنان حزام، أستاذ عدنان يعني الآن يعني نحن الآن نحاول نقل الصورة حول ما يجري لليمنيين. الآن تم الإعلان عن فتح ميناء الحديدة، أعلن التحالف عن إجراءات عديدة لتخفيف المعاناة الإنسانية كما يقول. هل أنتم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعني حصل لكم نوع من الاستفادة من هذه الإجراءات في تسهيل وصول المساعدات والإعانات إلى المتضررين في اليمن؟ بالفعل خلال الفترة الماضية تمكننا من إدخال شحنات طبية وكذلك إغاثية سواء من مطار صنعاء أو كذلك من المنافذ البرية الأخرى. هناك استجابة في هذا الجانب وهناك بوادر إيجابية، ولكن ما ندعوه إليه هو تسهيل وتخفيف القيود المفروضة على دخول تلك المساعدات وكذلك المساعدات الإغاثية. هل لنا نعرف ما هي هذه القيود أستاذ عدنان حتى يعني نعرف ما الذي نتعامل معه؟ عندما نتكلم عن قيود هو أعتقد هناك إجراءات لدى دول التحالف في عملية دخول تلك المساعدات سواء من تفتيش أو غيرها من الإجراءات الذي يتخذونها، ولكن نتمنى أن يكون هناك في تسهيل أكثر وأكثر. ما يهمنا هنا دخول تلك المساعدات، ولكن كما يعرف الجميع دخول المساعدات إلى بلد عدد سكانه 26 مليون نسمة
لا تكفي. في المساعدة الإنسانية هي للتخفيف، وكذلك هي فقط لسد فجوة لوقت معين، لوقت زمني معين، بينما نحن نطالب كذلك إلى دخول المزيد من البضائع التجارية. أنت تتحدث عن بلد يعتمد أكثر من 90% على احتياجاته من الواردات. بخصوص السخط الشعبي، نحن نتفهم كمنظمة إنسانية ذلك السخط، وكذلك عدم رضا الناس سواء لما نقدمه أو يريدون المزيد. في الواقع هذا هو من التحديات الكبيرة التي تواجهنا كمنظمة إنسانية. طيب في هذا السياق أستاذ عدنان، يعني أنت تحدثت الآن عن أن هناك قيود، عندما سألتك عن القيود تحدثت عن بعض إجراءات من التحالف، هل هي فقط ما تعيقكم أم أن هناك نوع من القيود ل يعني جهات أخرى أيضا لو تسميها؟ للتوضيح في هذا الجانب، أنا عندما أتكلم على تخفيف القيود ليس فقط على دخول المساعدات الإنسانية إلى البلد، وكذلك القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى داخل المدن. نحن نتكلم عن جميع أطراف الصراع، لا الذين ينخرطون في هذا الصراع سواء كانوا داخل البلد أو خارجه. نتمنى أن يتفهموا لعملنا الإنساني وأن يكون هناك تسهيل لتلك الإجراءات. أما بخصوص السخط، كما قلت نحن نتفاهم، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن كبيرة كبيرة جدا. اليمن كان يعتمد على ميزانية الدولة، الآن ما يعتمد عليه هو ما تجود به المنظمات الإنسانية سواء اللجنة الدولية الصليب الأحمر أو غيرها من المراكز الخيرية والمنظمات العاملة الأخرى في اليمن، سواء في المجال الصحي أو الإغاثي أو المياه أو غيرها والتعليمي. الآن تتكلم عن بلد اقتصادها منهار، هناك رواتب لم تدفع لأكثر من سنة. الوضع الإنساني برمته يحتاج إلى المزيد من تفاهم المجتمع الدولي وكذلك المزيد من تقديم المساعدات في هذا البلد الفقير. أستاذ عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا على تواجدك معنا في حلقة اليوم. بالعودة إليك أستاذ عبد الهادي العزعزي، إذا سمعت جانب مما تفضل به الأستاذ عدنان خاصة عن الوضع الاقتصادي الصعب والصعوبات التي يواجهها اليمنيون في الحياة، أريد منك إجابة يعني بغضون دقيقة أو دقيقة ونصف حول كيف يمكن للضحايا في اليمن، للمستهدفين والمتضررين، تجاوز مسألة الاستخدام السياسي إن صح التعبير لملف الإغاثة برأيك؟ أستاذ عبد الهادي، أستاذ عبد الهادي، إذن يبدو أن هناك خلل في التواصل مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي. إذن تحدثنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة مع الأستاذ عدنان حزام حول نقاط معينة في جانب ما الذي وصلت إليه حالة الوضع الإنساني في اليمن، كما عقب الأستاذ عبد الهادي العزعزي قبل قليل على بيان الأمم المتحدة الذي أصدر من قبل المنسق الشؤون الإنسانية في اليمن السيد جيمي ماك جولدريك، وحول وصول أو وجود نوع من السخط الشعبي تجاه ما يقال على أنها بيانات يتحدث كثيرون على أنها ليست منصفة كما يقولون. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لكم من قناة بلقيس، شكرا على المتابعة، في أمان.